نروح لخبر آخر، نروح للمجلس الأعلى للإعلام، مجلس أعلى تنظيم الإعلام النهاردة اللي كان فيه جلسة حوارية حضرها الأستاذ كرم جبر رئيس المجلس والدكتور محمد معيط وزير المالية حول استضافة مصر لاجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لأول مرة في أفريقيا. من المنتظر أن مصر إن شاء الله تستضيف هذا الشهر هذه الاجتماعات المهمة، وده لأول مرة في أفريقيا. والجلسة النهاردة تم إلقاء الضوء فيها على ما ستستفيد مصر من استضافة هذا المؤتمر المهم. عقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام جلسة حوارية بحضور وزير المالية وبعض رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية حول استضافة مصر لاجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لأول مرة بإفريقيا. الحقيقة الحوار كان أشمل وأعم، لأن زي ما احنا شايفين كده يعني العالم بيعاد تشكيله اقتصاديا وسياسيا من جديد، ومصر موجودة بقوة في كل المحافل الدولية سواء في البريكس، سيادة الرئيس بيحضر اجتماعات مجموعة العشرين، وادي اجتماعات البنك الاسيوي دي فريدة من نوعها. من المهم جدا الرسالة ان البنك بيبعتها باحتضان مدينة شرم الشيخ يوم 25 و26 لاجتماعاته السنوية اللي فيها 106 عضو وزراء مالية ومحافظي بنوك مركزية من مختلف دول العالم كانوا حاضرين. فخامة السيد الرئيس سيشرف الاجتماعات بحضور افتتاح الاجتماعات السنوية، وهو مهتم بمصر كمان باعتبارها يعني دولة محورية في المنطقة بالنسبة للثلاث قارات أوروبا وآسيا وأفريقيا. ده هيفتح فرص كبيرة جدا تقدير لمصر، مصر عضو في هذا البنك، ومصر بقت عضو في البنك بتاع البريكس، ده تقدير لقيمة مصر وأهمية مصر، وفيه أمل كبير جدا وإن المستقبل أفضل، وإنه الناس مش هتشعر بقيمة ما حدث وما يحدث إلا بعدين ربما، خصوصا فيما يتعلق بالبنية التحتية في مصر. ده تنوع في المشاركة المصرية في البنوك الدولية والمنظمات الدولية التي تهدف بالأساس إلى أن يكون لها دور فاعل في خريطة في هيكلة العالم الجديد اقتصاديا، فمصر لاعب أساسي وبيعكس ما أهمية ما شهدته مصر في السنوات الأخيرة من عملية تطوير للبنية التحتية وتنمية في كافة المجالات، بما يؤهلها لأن تكون لديها فرص استثمارية كبيرة ويعزز من التنوع الاستثماري في مصر. في ظل اهتمام الدولة المصرية بكيفية ترويج الفرص الاستثمارية والمقاصد السياحية من خلال هذا الحدث العالمي، ودور مصر البارز في تبني التحديات الإفريقية وتعزيز الشراكات التنموية بين القارتين الإفريقية والآسيوية. من مصر، مارينا أمير. We'll be right back.